السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. In the stories of Khabbab, we hear the gruesome murder of Sumayya radiallahu anha and how they treated the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Today there is no one to challenge the atrocities carried out against the Muslims today. Don't worry. In the yawm al-fasli kana miqata. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أيها الناس ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدمع ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون